شاطئ أم ليبوس الهام يقصدونه الصغار والكبار من أجل الاستجمام بشاطئ الذي أصبح يتوفر على جودة مياه الاستحمام ونظافة الرمال، مما يؤهله كمجال فسيح للاستجمام ويضفي على المكان جاذبية أكبر لاستقطاب المزيد من الزوار. جينا من مدينة مكناس، شاطئ نقي والناس فرحانين وكل شيء بخير ومقابلين وليداتنا. جينا لهذا الشاطئ باش نتبحروا حيت هو من احسن الشواطئ اللي عندنا في المغرب. حنا اللي ما صباح جينا لابلاج اللي هو مولاي بوسلهام وبغينا ندوزوا مع حنا لاكليك شي وقيته زوينه وكنتمنوا نرجعوا لخير وبخير هنايا. الشاطئ يتميز بمؤهلات سياحية كبيرة مما يساعده على تشجيع السياحة الداخلية واستيعاب الآلاف من المصطافين. كل سنة كنجيو لهنا المولاي بوسلهام نظرا للجو ديالو الجميل والشاطئ ديالو يعني النظيف. ما كاينش واحد الحار اللي كيكب كيصب في المرجة الزرقاء ولا في البحر، إذا ملي كيعوم تيعوم في واحد الماء نقي. فيما يخص نظافة الشاطئ كتكلف بها جوج ديال الشركات، شركة على مستوى الشاطئ اللي هو الرملة وفيه شركة أخرى على مستوى السونتر ديال لافيل. مجهودات مبذولة يتقاسمها المشرفون على الشاطئ وساكنة الجماعة الصغيرة بمواصفات جمالية للباحثين عن الهدوء ومياه الشاطئ النقية. أنا بعدا من أحسن البلايص اللي عجبوني هما هنا. شوف النقاء، شوف النظافة، شوف التكتشف. كلشي اللي قدامك دوش نقي، كيدخلوا الناس فابور هنا ما يخلصوا يدخلوا. شاطئ مليبوس الهام يتموقع بساحل المحيط الأطلسي ويشكل منتجعا سياحيا بامتياز، مما يوفر رواجا كبيرا للجماعة خاصة في هذه الفترة من السنة.